وَمَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. ومعكم فضيلة الشيخ متولي البرجيلي، أهلا مرحبا شيخ كريم، صلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم، وأن يشفي شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش. كان هيأتي الليلة، ولكن يعني أسأل الله له الشفاء، اللهم أمين، ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. نعم شيخ كريم، ندعو له ولكل مرضانا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كان المفترض أنه الشيخ كما ذكرت حضرتك أنه هو القادم لهذه الحلقة، وانا لم اكن مرتبا لها عشان الناس بس ما يقولوش ده هيجي مرتين ورا بعض. انا كنت في حلقه ايام الله التاليه للبرنامج، الشيخ اعتذر فجاه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتم شفائه وان نراه ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله. يا رب يا رب يا رب، اللهم امين. والله توحشناك يا شيخ شعبان، اسال الله عز وجل ان يعطيك الصحه والعافيه، امين يا رب العالمين. أنا معي اتصالان، يعني كان على هاتفي الخاص. أخت قالت إن ابنتها أقرضت ابنها لشراء سيارة، هو كان هيشتري سيارة من معرض في محافظة دمياط، وقال لها أنت فلوسك في بنك فيصل 40,000 جنيه، أنا ناقصني على ثمن السيارة 40,000 جنيه، هاتيهم. والأم الفاضلة هي التي ذهبت معه لتشتري معه السيارة، عشان ظن أنهم كده بيرفعوا شبهة الربا والقرض. فهل هذا قرض حسن، أم أنها قامت بدور مثلا أنها جزء من المعرض، أو المسألة دي حكمها يا شيخنا الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معذرة قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أود أن أشير إلى مسألة قد أبدأ بها دائما بعد إذن حضرتك. تفضل. هذه المسألة هو أني في الحلقة الماضية قلت عن رواية أنت حضرتك ذكرت أنها، أنا قلت أكثر من ذكر هازم اللذات، فأنت قلت لي أن في هادم اللذات. أنا قلت سمعت. أيوة، فأنا قلت لحضرتك أن الرواية التي أحفظها هي هازم اللذات، فأنا قلت لا أعلمها. فإحنا بس عايزين نبين للمشاهدين أن أنا لما أقول لا أعلمها مش معناها أن أنا أنفيها، أنا أنفي علمي بها. فرجعت فوجدت رواية فعلا، لكن الرواية الأكثر شهرة هي هازم اللذات، ووجدت رواية فعلا هادم اللذات، هذا من باب ايه؟ الأمانة. الأمر الثاني أن كان في أخت سألت عن أنها تقضي صلوات فائتة عليها من سنوات في وقت الضحى، فأنا أيضا قلت لا أعلم هذه الصورة، مش معناها قلت بعدم الجواز، فأيضا رجعت المسألة وجدت أن ذلك جائز بإذن الله رب العالمين. والله أسلكت صدري، ربنا يبارك، يعني جزاك الله خير فضيلة الشيخ متولي، ربنا يبارك، ربنا يرضى عنك يا رب، ومنكم نتعلم الأدب والعلم، ربنا يبارك فيك. نعم، جزاك الله خير. السؤال المطروح شيخي الكريم، نعم، هذا تحايل على الربا، لأن الأخت أقرضت أخاها 40,000 من أجل أن يكمل ثمن السيارة، فهذا قرض لا علاقة له بالسيارة، وهذا نوع من التحايل على الربا، وقد اتفق على ذلك. لو أن الأخ أخذ من أخته قرضا حسنا دون اتفاق، ثم لما أعاد إليها 40 أعادها 50 بغير اتفاق، فهذا جائز، هذا جائز، لكن طالما اتفق فهذا ربا ولا يجوز. نعم، هو كانت طبعا هي عندها أولاد وكده، الأم قالت لي
وكانت تضع المال في بنك فيصل والارباح بجوار مثلا مساعده الام من كذا او كذا، كانت الدنيا بتمشي. هي المال يعني هي سحبته طبعا بطلب من اخيها دون قصد، يعني ما كانت تقصد الربا ولا هي تريد الربا، هي تريد الحلال. فيعني فقلت لها يعني استشير مشايخنا. كما قلت حضرتك انه لا يجوز. انا في البدايه قلت لها الصوره يعني فيها شبهه، لكن من باب الامانه نسال شيخنا ان شاء الله تعالى في اللقاء. واتمنى ان تكون حضرتك سمعنا دلوقتي يا اختنا الفاضله. في زوجة اتصلت أيضا وقالت إن زوجها لا اعتبر نفسك طالق لو ما حاسبتنيش بالورقة والقلم على كل نص جنيه وكل جنيه. فقالت له لا ما أقدرش أحاسبك بنص وجنيه صعب. قال لا خلاص اعتبر نفسك طالق. فهي تقول هو ما قالش، هي هو قال وهو يقول أنا ما قلتش، يعني أنا ما سمعتوش. ويقول أنا مش فاكر أنا قلت حاجة زي كده. هي ما سمعتوش؟ هي سمعته، بتقول أنا متأكدة إنه قال حاجة زي كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا حدث تنازع بين الزوجين في مسألة في الطلاق، هو يقول أنا لم أقل وهي تقول بل قال، طالما ليس عندها شهود فالكلام للرجل، يعني لا يملك الطلاق من يملك الساق، فالكلام للرجل. وهذه مسألة الأفضل فيها أن يعرض على أحد العلماء أو على لجنة فتوى، لأن دي مسائل القضاء وليست مسائل إفتاء، فيها تنازع ما بين الرجل وزوجته والله أعلم. يعني عليهما الذهاب إلى أقرب دار إفتاء. أيوه نعم، أو لأحد العلماء. أو لأحد العلماء. من أجل طلب الفتوى ويكون وهو يكون حاضر ويكون حاضرة. أيوه نعم، لأن ده تنازع، يبقى قضاء وليس إفتاء. نعم، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إياد أهلاً ومرحباً، تفضلي. اهلا بحضرتك، لو سمحتي بس انا عندي كام سؤال. اتفضلي. هو عايزه اعرف انا لما باجي اصلي في يوم الليل، يعني هل يجوز ان انا اصلي 5 ركعات ولا يشترط 11 ركعه؟ وينفع وانا بصلي اقرا من المصحف ولا اقرا ايات صغيره زي قل هو الله احد الموعظتين؟ حاضر. معلش ينفع ان انا كمان يعني لما اجي اصلي اسمع مثلا يعني اسمع القران وردد وراه ولا ما ينفعش؟ تسمعين القران من المذياع من التلفزيون من محطه مثلا؟ لا يعني بشغل الشريط على الكاسيت. لا من بشغل في الكاسيت واسمع من الكاسيت. في داخل الصلاه؟ وتصلين خلف الايات اللي بتسمعيها من الكاسيت؟ واصلي وراه، يعني انا بصلي في يوم الليل اسمعها من الكتاب واصلي يعني. طب اسمعي الاجابه، في سؤال تاني يا ام اياد؟ معلش انا بابايا معاه بيت، عنده بيت. معلش في سؤال تاني. نعم. بابايا معاه بيت وكده، وهو 3 اخوات بابايا. ايوه نعم، ربنا يحفظه. بابايا لي اخين، فالبيت ده متقسم كل واحد واخد نصيبه، يعني بابايا واخد الثلث وعمي واخد الثلث، فاحنا 4 بنات. فبابا حب لنا البيت ده وكتبه باسامينا، فانا عايز اعرف كده في ذنب ولا ما فيش؟ اشترى من اخواته؟ لا هو البيت باسم اخواته الثلاثه بس، كله الجزء الخاص الثلث الخاص بوالدي كتبه باسمكم. كتبوا باسمنا، فده في ذنبه. طيب وما عندوش ولد ذكر؟ ما فيش اخ؟ لا احنا 4 بنات بس. حاضر. لا ما عنديش. طيب وماما برضك كذلك الوضع، فانا عايزه اعرف ده في ذنب ولا ما فيش؟ ام حضرتك مش مكتوبه في البيع ده؟ يعني ماما برضك عندها بيت وكذاب اسامينا احنا الـ4. طيب حاضر حاضر يا ام اياد، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عصام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا الاستاذ عصام. ام عصام، وعليكم السلام، كيف تفضلي؟ انا امة الله. امة الله، السلام عليكم معذره، تفضلي يا امة الله. لو سمحت استاذ احمد عندي 4 اسئله. نعم تفضلي. السؤال الاول، انا وانا بنت مش يعني مش متذكره ان انا صمت الايام اللي عليا ولا لا من ال ايوه نعم، فروض رمضان. فدلوقتي انا لو انا مثلا صمت دلوقتي
ممكن اصوم بنية ان انا لو عليا ايام، وفي نفس الوقت لو مش عليا ايام تبقى نافلة. حاضر. طيب السؤال التاني، ما هو اليوم المشهود؟ حاضر. السؤال الثالث دلوقتي، انا كنت قرأت للشيخ الشعراوي ان المرأة الحائض لا يجوز لها انها تقرأ قرآن بأي حال من الأحوال في كتاب فتاوى، فايه الحكم في كده؟ حاضر. طيب السؤال الرابع بقى، لو سمحت هطول شوية بس هقوله سريعا. لمن فاتها صلاة الفجر بعد الشروق، يصلي السنة قبل أم بعد؟ ولو صلى الفجر حاضرا في آخر وقته، وفات السنة يعني، يصليها بعد الفجر مباشرة أم ينتظر بعد الشروق؟ تمام. وبالنسبة للأذكار برضو، لو فاتته برضو طبعا يعمل يقولها برضو بعد الشروق، أذكار الصباح. وجزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. نعم. أختنا التي اتصلت على هاتفي قالت إن زوجها يسب والعياذ بالله دين الله له، يعني نعم. فتقول حكم علاقتي به إيه يعني كزوجة؟ نعم. نعم. نسأل الله الهداية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سب الدين كافر ومرتد. سب الذي يسب. الذي يسب دين الله، يسب دين الله. فهو كافر ومرتد. طب ما الحكم بينه وبين زوجته؟ انقسم أهل العلم إلى رأيين، رأي يقول يفرق بينهما في الحال، ورأي آخر يقول بل ينتظر في لعدتها، يعني تنتظر لعدتها، فإن تاب وأناب في خلال العدة فرجعت عليها على ذات العقد القديم، وإذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويجدد إسلامه وإيمانه وقد انقضت العدة، فقالوا إذا أراد أن يراجعها بعقد جديد. وفريق قال بل بعض يعني أهل العلم قال الأمر يكون إليها إذا خرجت من عدتها، إذا أرادت أن ترجع ترجع على العقد القديم، إذا أرادت ألا تعود فلا تعود. فالأمر خطير، بل إن العلماء في أصل المسألة قالوا أن من سب دين الله هل يقتل أم لا يقتل، يعني هل له توبة؟ طب نعم له توبة. ده الأمر خطير. طبعا. مش زي الناس اللي عمالة ليل ونهار تشتم دين، لما رحم الله نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العافية. يعني إذا سب الدين ده أمر خطير، ده بيسب دين الله سبحانه وتعالى. طب هب أنه لا يقصد الدين، وإنما دين وخلق من يسبه، سواء كان زوجة أو صديق أو من يشتري منه، هو إن سألناه أتسب دين الله؟ يقول لا، أنا لا أقصد دين الله الإسلام، إنما أقصد دين وخلق هذا الذي اخاطبه. طب هو قال له هل يندرج على سب دين وهو يعني قال انا يعني لا ادافع عنه؟ انا فاهم اصلا ما تقول حضرتك، خرجه بعض اهل العلم كمخرج لمن يسب الدين، ان كان يقصد هل يسب دين الرجل وتقواه ام يقصد ان يسب دين الله على العموم، بعض اهل العلم خرجه هكذا. بس يعني هذا يعني كل احد ستساله يقول انا لا اقصد دين الله، انما اقصد ايه دينه وهو على الخصوص، ولا أقصد سب دين الله سبحانه وتعالى. فالمسألة خطيرة سواء هذا أو ذاك، المسألة خطيرة. وأنا أعلم أن سب الدين الآن صار يجري على الألسنة، في ناس فهل سب الدين يعذر فيه بالجهل؟ يعني هذا سؤال يعني ممكن لا أظن. ممكن يسب الدين للقلم يعني. أيوة زي الطلاق يعني على اللسان، على الطلاق على اللسان سب الدين. فهذا حكم العلماء في سب الدين والله أعلم. الامر خطير. طب أمر هي خطير. هي علاقتها بزوجها يعني ما انا قلت لحضرتك يعني انه يعني انا علي ان تنبهه هتنبهه على الله واستغفر ربك وان لم يتب الى الله. انا اميل للراي العلماء الاخر. نعم. ان هو تنتظر عليه في عدتها، فان تاب الى الله سبحانه وتعالى واناب وعاد فيبقى يستمر الزواج، ان اصر على عدم التوبه وعلى سبابه دين الله سبحانه وتعالى فتطلق منه ويفرق بينه. نعم. والله اعلم. أم إياد، قيام الليل لو 5 ركعات جائز أم لابد من 11 ركعة شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا 11 ركعة ده كان في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة، فده كان أقصى ما يصليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث العام صلاة الليل مسنا مسنا، فإن خفت الصبح فأوتر بواحد، فيجوز بثلاثة ويجوز بخمسة ويجوز بسبعة ويجوز بتسعة وب11 وب13 على حسب الهمة. نعم.
فهذا جائز يوميا. جائز. عند الصلاة تسمع من كاسيت أو من مذياع وتصلي؟ لا، الأول في سؤال آخر شيخ، قراءة من المصحف أثناء القيام جائزة أم تصلي من محفوظها حتى ولا من قصار الصور؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يأمها زكوان مولاها من المصحف، بس ده كان في رمضان حتى يختم القرآن بكامل، لكن العلماء أخذوا منه جواز القراءة من المصحف في النوافل، وبعضهم أطلق وقال حتى في الفرائض. فيجوز أن تقرأ من المصحف في صلاة قيام الليل، مع استحباب اللي هي تقرأ من محفوظاتها وتراجع محفوظاتها أفضل في صلاة قيام الليل، وإن كان جائز. وإن كان ده جائز، لكن طب الصلاة خلف الكاسيت أو المذياع؟ المذياع لا يجوز، الصلاة خلف المذياع لا تجوز. يعني ما ينفعش تشغل الكاسيت قرآن كريم وتصلي عليه وتصلي خلف المذياع؟ لا، هذه الصورة غير جائزة. غير جائزة. نعم، جزاكم الله خيرا. أبي عنده بيت وهم ثلاثة أشقاء، كل واحد منهم له نصيب في البيت، نصيبه اللي هو ثلث البيت كتبه لبناته الأربع. نعم. طبعا وليس عنده ولد ذكر. نعم. فما حكم هذا، وأمها فعلت هذا في نصيبها من بيتها أيضا؟ نعم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقصى ميراث للبنات هو الثلثان، فهما يستحق الثلثين فقط من هذا البيت، فهو أعطاهم هذا هبة. فهل البنات تملكوا البيت؟ إن كانوا تملكوا البيت فهي هبة، خلاص تمت شروطها وتملكوا البيت صارت هبة. وهو بقى إن كان مقصده أن يحجب إخوته الورثة فحسابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الأم، المفترض أن الله سبحانه وتعالى يعني قسم المواريث. لو يقصد الهبة لا 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 شيء عليه، بس لازم الهبة تكون مسببة. هبة مسببة. ما هو كده، هو حرم بعض الورثة، الحرم الأم نفسها مش الزوجة ليها التم. صحيح. هو ما ادقاش ثمنه، وحرم الورثة الإخوة، فهو نيته بقى هذه إن كان يقصد ذلك فهذا غير جائز وحرام. تمام. جزاكم الله خير. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا، تفضلي. ممكن أستفسر عن حاجة بس من الشيخ؟ نعم تفضلي. أنا دلوقتي متزوجة بقالي 8 سنين. كمان كنت وأنا رنت بزواجي مشكلة يعني نفس بالجن كده، وتعالجت منه. المفروض ان انا اتعالجت منه يعني عند شيخ القرآن، وكان ممسوسة بجن بجن طائر، يعني صنف الجن صنفه بجن الطائر. فبعد ما تزوجت بتاعت يعني غسلت عن ذكر الله وما ولهيت في الدنيا يعني. بعد كده حصلت ان انا رجعت تاني من غسلت وقلت من غسلت يعني بقيت اصلي ورجعت للتوبة تاني، بس حسيت بأعراض يعني غريبة شوية. حسيت ان انا كل ما اقول الله اكبر احس اني فايز مثلا المروحة او المكيف قدامي مش حر وانا مش حرانة. اول ما تيجي الصلاة احس ان انا في سخونة جامدة جدا مسكت في جسمي، احس ان في حد جنب مني او على المصلية بيصلي، يعني الارض عالية سنة على سجاك الصلاة. كنت ايام ما كنت مش بصلي يعني كنت بحلم احلام تشاؤمية، يعني بحلم بالميت قبل ما يموت وتتحقق. فبعد كده لما بستريت ان انا اصلي بحس بخنقة جامدة جدا بعد صلاة المغرب بالضبط، ابقى طول النهار مفيش اي حاجة، وبعد اول اذان المغرب جدا احس ان انا ولا طايقة العيال ولا طايقة الولاد ومش طايقة حد حتى يكلمني. قالوا عليا بالذكر والاستغفار دوما واذكار الصباح والمساء، وانا بقيت ملتزمة عليها والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس برضو بواجه نفس المشكلة، يعني بواجه خلاص مفهوم يا اختنا. حاضر، ربنا يعافيك. حاضر، اصلا يعافيك. ده ايه؟ حاضر. بس سؤال تاني بعد اذنك. تفضل. معلش انا عارفه يعني. لا خالص. لا لو انا مثلا بحب يعني مثلا ايه اقيم الليل او اتاخر صلاة العشاء لوقت متأخر، يعني أنا بحب أصليها قبل ما أنام مع قيام الليل، يعني بصلي العشاء والشفع والوتر بخليها في الآخر قبل الفجر. تمام. وبعد كده بحس إني حتى العشاء يعني حتى العشاء بيكون قبيل الفجر معاك قبل القيام؟ لا يعني مثلا أنا بصلي الأربع ركعات بتاعة العشاء مثلا يعني بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل. وبعد كده بسيب الشفع والوتر علشان اقيم الصلاه اللي هو الثلث الاخير بتاع الليل.
وبعدين الوتر. تمام. بصلي اربع ركعات على قد ما قدرت يعني، اربع ركعات وعلى قد ما يعني بصراحه يعني على قد ما اطيق نفسي يعني لما اصلي. تمام. اربع ركعات وبعد كده بصلي الشفا والوتر ثلاثه مع بعض. ده الحرام ولا حلال؟ طيب حاضر. في ذنب عليا كده ولا ايه؟ ان شاء الله ما يكونش ذنب وشيخنا يجيبك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. أمة الله وهي. طب معنا اتصال. طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الرحمن اتفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، حكم يمين الزهار يعد مثل الطلاق ثلاث مرات؟ اليمين الواحد؟ لا يعني هي هو ظاهر زوجته ثلاث مرات؟ على ثلاث مرات. على ثلاث مرات. وكل مرة بيطلع اخراج يعني طعام 60 مسكين بلا بس مش بصوم، ما بداش يصوم. حاضر. مع قدرة الصيام يعني، مع قدرة على الصيام. مع القدرة على الصيام. طيب مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. أمة الله وأنا بنت صمت عليا، لو صمت الأيام اللي عليها دلوقتي، لو صمتها دلوقتي مع النوافل شيخنا الكريم، هل تفعل هذا أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز التشريك في النية ما بين واجب وما بين نفل، فهي تقدر الأيام التي عليها. لا هي بتقول أنا مش عارفة أنا صمت الأيام اللي عليا وأنا بنت ولا لا، فلو أنا صمتها دلوقتي تمام وانا مش عليا حاجه، ينفع تكون نافله لو مش عليا حاجه؟ لو ما عليهاش حاجه خلاص. هي لو هي نوت انها مثلا، نفترض ان هي عليها ايام من رمضان حتى نقرب الصور، تمام، وصامت سته ايام من شوال ايام البيض بنيه انها من الايام التي عليها في رمضان وسته ايام البيض، وهي نوت النيتين، صيامها يقع على الفرض الذي عليه، يقع للاعلى. فان كان دي عليها ايام وتقول انا اصوم احتياطا، فان كان عليها ستقع في الايام التي عليه، وان لم يكن فستكون نافله. ان شاء الله تعالى. الله. ما اليوم المشهود؟ اليوم المشهود يوم القيامه. يوم القيامه. وبعضهم قال يوم عرفه، والله اعلم يعني. نعم. هي اختنا قرات للشيخ رحمه الله عليه، الشيخ متولي الشعراوي، ان الحائض لا يجوز لها قراءه القران الكريم في فتره حيضها. هل هذا هو الرأي المعمول به أم هناك رأي آخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحائض تقرأ من محفوظاتها لا شيء عليها، لأن فترة الحيض ممكن تطول بها، يعني ممكن 7 أيام 10 أيام، فستنسى محفوظاتها، إنما هو الكلام في مس المصحف وهي حائض، هذا هو المسألة هنا، يعني هي اللي أكثر أهل العلم على عدم جواز مس المصحف للحائض، وبعض أهل العلم جوز مس المصحف للحائض، وقال إن الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصحيح، اللي هو لا أحل القرآن لجنب ولا حائض، فقالوا هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل الجواز، لكن الجمهور على عدم جواز مس الحائض للمصحف، تمسه بحائل خروجا يعني احتياطا، يعني قفاز حائل، او تقرا القران من كتاب تفسير على حواشيه تفسير، فيكون هذا كتاب تفسير وليس يعني كما قال الله بعض اهل العلم. نعم. الله اعلم. لمن فاته او فاتته صلاه الفجر، نعم، يصلي يعني، هل يصلي بعد الشروق السنه يعني، ام يبدا بالفرض، أم ينتظر شيخ الكريم بعد الشروق؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن لا نعرف لماذا أخرت الفجر. إن كان عن نوم فليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإن كانت نامت وقامت في هذا الوقت فهذا وقتها، ليس بقضاء. في الوقت الذي تقوم فيه هذا وقت الصلاة. تبدأ بالسنة أم بالفرض؟ تبدأ بالسنة. هي متى تصلي الفرض؟ إذا وجدت أن مثلا شروق الشمس بقي له وقت قليل، فتبدأ بالفرض. وتؤخر سنة الفجر لوقت الضحى. يعني كما قالت أختنا، لو هي يعني مثلا استيقظت قبل الشروق بدقائق وصلت الفرض. نعم، تصلي الفرض أولا ثم بعد ذلك تنتظر بعد الشروق تصلي السنة وقت الضحى. نعم جزاكم الله خير. أو مع الضحى. نعم جزاكم الله خير. الله. أذكار الصباح والمساء شيخنا الكريم، أختنا أيضا تسأل يعني.
لو هل تؤخرها ايضا اذكار الصباح والمساء ان غابت عن صلاه الفجر؟ نعم. طالما ما احنا قلنا ان لماذا تاخرت، ان كان لعارض او لنوم او لنسيان، فيجوز ان عندما تذكرها تقولها. نعم. ام محمد مزوجه منذ 8 سنوات وهي بنت كان عندها مس، قالت ان الحمد لله عولجت. وبعد الزواج بقى في فطور عن العباده والحمد لله الهمه في العباده الحمد لله بقت انشط، ولكن الاعراض التي وصفتها تشعر ان في حد بجوارها او ان في سخونه او ما شابه ذلك، هل هذه الاشياء فعلا اعراض مس شيخنا الكريم ام ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مس الجن ثابت، وفي القرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس، لكن التوسع وخصوصا بين النساء في مسألة رد كل شيء لمس الجن، هذا يعني نسمع الكثير من هذا، فلا نرد كل المسائل إلى مس الجن. أنا في كل إنسان له قرين، قرين ده بيجري منه مجرى الدم، فالقرين ده بيعلو عليه إن لم يطع الله سبحانه وتعالى. أنا المقصد المس موجود، لكن التوسع أن نرد كل المسائل، لأن هناك مسا للجن يعني لم يكن هذا من هدي سلفنا ولا من علمائنا مع إقرارنا بوجود المس. أخت عليها أن تدعو الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر له فأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى كشف عنه، فعليها بالدعاء وأن ترقي نفسها بالمعوذات، فما تعوذ متعوز بمثلهما، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتحافظ على الاستماع لسورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي الصحراء، تحافظ على الاستماع يوميا لسورة البقرة، تقرأ وتستعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز. نعم، والله أعلم. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يحفظك يا أختنا. لها أسئلة أخرى لكن بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. في اخت كانت حكيت لي حكايه ليها، يعني انه والدها يعني الاول موضوع السحر ده دخل فيه كده، وبعد كده الموضوع بيجي كبير وبيجي يأذيهم هم في البيت ونافر منهم وعامل بينهم نفور، فهي في مأساة يعني في البيت بسبب القصه دي. فهي تعمل ايه؟ لان هي لما عرفت وربنا انعم عليها انها عرفت وهي ملتزمه خالص لدرجه انها لبست النقاب، تمام، فبس بسبب ان هي اكتر واحده ملتزمه فيهم اكتر واحده هو بيكرهها، فهي مش قادره تتعامل معاه، مش عارفه تتعامل معاه ومقاطعاه يعني جوه البيت. هي اللي انقطعته ولا هو اللي انقطعها؟ هي بدات كده ان هو يعني هي لسه حتى هي مش عارفه تجيب البدايه لان الموضوع ليه سنين. بقى في نفور من سوء المعامله من الاب، فهي بقت نافره الاسلوب ده. بالظبط جدا، هي دلوقتي مش مستحمله لان بالذات لما عرفت ان هو اللي بيأذيهم. هداه الله. يعني هو خلاص بيجي دلوقتي عيانا كمان بيبين ان هو بيأذيهم، يعني بيأذي اخواتها وبيأذيها، ومفيش خطوبه ممكن تكمل ليها، مفيش لاخواتها بالعافيه، لو حد تزوج بالعافيه يكمل بمشاكل طبعا، بس هي بتحاول بالالتزام يعني والطاعه انها تبقى تحمي نفسها، بس مش قادره تحمي اهلها. فهي حاسه بالذنب، يعني مش عارفه تعمل ايه من جميع الجهات، من مقاطعتها لابوها وزيادته في الشر ليها بيزيد بزياده، تمام؟ ومش عايزه تعمل ايه؟ يعني هي مفوضه امرها لله ومش عايزه تروح لراقي، هي راحت قبل كده للشيخ بالسنه، بس لما سمعت الحديث بتاع 70,000 يعني فضلت انها ايه ما تدورش على الرقيه، هي مع نفسها مع الدعاء مع الاجتهاد في الطاعه. هي تعمل ايه مع اب زي ده؟ طيب حاضر، ربنا يعافي الجميع. حاضر، في امان الله. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضل. انا سؤال لو سمحت يا شيخ. هات السؤال، تفضل. حضرتك، انا معايا اخويا، انا واخويا معانا شقه واحده في بيت جدي، ده ورثنا عن المرحوم ابونا، تمام. فاضطريت ان انا اترك الشقه دي لاخويا يتزوج فيها، وتزوجت انا في بيت نسايبي اللي هي بيت والد زوجتي، تمام. فبعد كده انا توظفت فاخذت قرض على المرتب بتاعي وقرض على المعاش بتاع والدتي، واشترينا قطعه ارض. في ايه حكم الاسلام في القرض اللي انا خدته ده؟ طيب حاضر، فمن الله. شكرا. ام عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ. اهلا ومرحبا، تفضل. كنت عايزه اسال لو سمحت، انا بعمل يعني بعمل حواجبي مثلا
عند واحدة وكده، وانا مش عايزة اعملها بس هي بتبقى شكلها مش حلو. وطبعا انا جوزي يعني بقى عارفة ان هو مش عايز اعملها، بتبقى شكلي مش حلو خالص من غير ما اعملها يعني. طب هو راجل اشتكى يا اختنا؟ الزوج اشتكى؟ هو مش اشتكى والله، بس انا بحس ان هو متضايق منها. طيب. مش عارفة انا مستحرماها والله، انا كل مرة بعمل ببقى مستحرماها. طيب شيخنا يجيبك، اسأل الله ان يحفظك. طيب سؤال تاني لو سمحت. اتفضلي. انا عايزة البس النقاب بس مترددة جدا يعني، لان اهلي مش موافقين ومش عارفة اعمل ايه يعني. انا مترددة، عايزة بس اعرف حكمه يعني، هو واجب ولا سنة ولا فرض ولا مش عارفة اعمل ايه. طيب حكم النقاب. حاضر. يا رب تدعوا لي كده ان ربنا يثبتني. امين يا رب. امين يا رب. امين. في امان الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. محمد. استاذ محمد تفضل. الحمد لله. الله يبارك في عمرك. كنت بسال بس يا شيخ، ما حكم الجماعات والاحزاب والفرق وحكم المظاهرات والاعتصامات والاضرابات والخروج على الحكام ابرارا كانوا ام فجار؟ طيب في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايام الصلاه والعباده او قبل الصلاه كانت ترى احلام يعني مش طيبه، لكنها كانت تتحقق، وتقول بعد اذان الفجر تشعر ان هي متضايقه وانها لا يعني لا تريد احدا حتى والاولاد وكده يعني. ما حكم هذا الشيء؟ ما هو هي نفس السائله اللي هي نفس السائله. نعم. من المس. نعم. هي كما ذكرنا عليها ان تجتهد في الدعاء وان تحافظ على الاذكار، ولا تقل انا اصلي بقول الاذكار النوم واذكار الصباح والمساء والاعراض لا تذهب. لا، انما عليها هو صراع ما بين القرين او المس وبينها، فعليها ان تثبت. عارف لعبة شد الحبل حضرتك؟ ايوه نعم. هي بتشد واللي معاها بيشد، فهي تثبت وتشد وتستمر وتستعين بالله ان شاء الله رب العالمين. ثبتك الله يا اختنا. تاخير العشاء حتى بعد منتصف الليل، وبعدين تصلي ركعات وتصلي الوتر، وبعد ذلك قبيل الفجر تصلي ما شاء الله لها ان تصلي. هل هذه الصورة صحيحة في قيام الليل شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو قيام الليل لا إشكال فيه، تصلي في أي وقت بعد العشاء إلى قبيل الفجر، إنما هو الكلام في صلاة العشاء. صلاة تأخير. العشاء تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. فلذا العلماء لما ضموا إليه حديث النبي الآخر عليه الصلاة والسلام اللي هو ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من ترك الصلاة حتى تأتي الصلاة الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا فريق قال طالما الحديث بيقول، طبعا وقت الفجر خرج بإجماع أهل العلم بشروق الشمس، يعني لا يدخل في هذا الحديث وقت الفجر، يعني التفريط إنك تترك الصلاة حتى تأتي الصلاة الأخرى. فإذا انتظرت الفجر حتى أشرقت الشمس فده قضاء بإجماع أهل العلم. نأتي لصلاة العشاء بعد منتصف الليل فيها تنازع، فأرى والله أعلم لا تؤخرها إلا إن كان هناك عذر، إن كان هناك عذر، لكن لا يوجد عذر. صلي العشاء قبل منتصف الليل وتصلي بقى ما شاء الله تصلي بعد ذلك حتى قبيل الفجر. نعم. شيخ كريم أم عبد الرحمن، حكم يمين الظهار هل يعد طلاقا؟ يعني لو الزوج ظاهر زوجته مرة ومرة ومرة ثلاث مرات وما كان يصوم وإنما كان يطعم مع القدرة على الصيام، هل الظهار يعد طلاقا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الظهار يختلف تماما عن الطلاق. نعم. الظهار له أحكام وله كفارة، وهي ذكرت إن هو ظهرها ثلاث مرات وكفر في الثلاث مرات. أطعم 60 مسكينا، وهي تقول يستطيع أن يصوم لكنه أطعم، فلابد أن نستمع إليه لماذا لا يصوم. يعني كالصحابي الذي ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وكان بقوة لكنه لم يستطع الصيام لعدم صبره على زوجته. يعني إن كان هذا جائز على هذا النحو، هو عنده علة، هو كان بسبب ميله ما جعله يفعل هذا إلا هذا. فلم يصبر على زوجته في نهار رمضان، ف
فلما قال النبي عليه السلام يعني ايه اعتق رقبة، فقال لا أملك إلا هذه الرقبة. طيب صم 60 يوما، قال وقال يعني وقع ما وقع مني إلا بالصيام، ده صيام فرض وما قدرتش، أمال صيام بقى 60 يوم هعمل ايه؟ فقال النبي عليه السلام أطعم 60 مسكينا، قال يعني لا يوجد بين لابة تاما وأفقر مني، حتى أرسل النبي عليه السلام إلى بني زريق فأخذ صدقتهم وأطعمها لأهله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس بطلاق. لكن هو السؤال، هل الظهار 3 مرات في المجلس الواحد يقع؟ ربما فهمت كده يعني زي الطلاق. لا لا لا، هو ظهرها 3 مرات وكفر في كل مرة. وكفر في كل مرة، خلاص ما فيش مشكلة. تمام، لكن لا يقع طلاق. لا لا يقع، هي طلاق زوجته. طالما بلفظ من ألفاظ الظهار. يبدو أنها فاهمة أنه أيوة قال لها كظهر أمي مثلا. أيوة نعم. أو ما شابه ذلك. إذن فهذا ليس بطلاق. ليس بطلاق، هي طبعا خشيت أن يكون طلاقا لأنه 3. أيوة لا، ليس بطلاق. وأنت حضرتك تعلم أن الظهار كان في الجاهلية كان طلاقا، لكن في الإسلام ليس بطلاق. نعم، ونزلت آية المجادلة أو المجادلة نعم من أجل نسخ هذا الحكم. تمام، حتى بعد الكفارة هي تعد طلقة. أيوة نعم. لا تعد طلقة. نعم. لا، لا تعد طلقة. لا لا تعد، لا بالنفي. أيوة. بالنفي. انا سمعتها تعد. لا لا لا، انا وضعتها بين قوسين. نعم. امة الله، هناك اخت حكت لي ان والدها دخل في السحر، نسال الله العفو والعافيه، الاذاء للزوجه وللابناء وخاصه للمنتقبه اللي هي الاخت المسؤوله عنها. نعم. حتى حدث نفور. نعم. بين البنت والاب، فماذا تصنع مع ابيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السحر هذا من أكبر الكبائر، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر. فهل الأب تقاطعه إن كان يعمل بالسحر من أجل أن يفرق ويجمع وكذا؟ هذا سبب شرعي، يعني هو سبب شرعي. سبب شرعي، تقاطعه لأنه يؤذيها، يؤذيها ويؤذي الناس. إن ثبت هذا. إن ثبت هذا عليها. تمام. هي تقول المقاطعة لأنه يزيد في الشر ومش عارفة تعمل إيه، ولا تريد أن تذهب إلى راق كي تكون من ضمن 70,000. لا، هي تذهب إلى راق، يعني تداو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداو ما أنزل الله. هي تلقي نفسها. هي تلقي نفسها، إن لم تستطع من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. والسبعين ألفا اللهم اجعلنا منهم. أمين. يعني أناس درجة عليا. نعم، درجة عليا. الأخت أم محمد، ما يعني الأخ محمد آسف، البيت الجزء الشركة الشراكة بينه وبين أخيه، وترك نصيبه لأخيه الشقة، وهو تزوج في بيت يعني نسيبه، لكن هو يسأل عن القرض، أخذ قرضا ليبني بيتا، فما حكم هذا القرض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يجوز أن يقترض بفائدة ربوية إلا في حالة الاضطرار القصوى أو الاضطرار الملجئ، بمعنى أنه إن لم يأخذ القرض سيكون في الشارع. يعني هو خلاص كان عنده بيت وهدم البيت أو لأي شيء، وجد نفسه هو وأسرته في الشارع ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا، بل هي حالة ضرورة يجوز. حكم أكل الميتة في الصحراء. أيوة، كحكم أكل الميتة في الصحراء لمن أشرف على الموت. أشرف على الموت. نعم. نعم. للضرورة. الضرورة القصوى. نعم. اللي هي مش الضرورة اللي هو يكيفها على أنها ضرورة. صح. لا، لابد أن يعرض الأمر كفتوى على أحد العلماء ليبين له هل هذه ضرورة تجوز له أم لا تجوز له. نعم، جزاك الله خير. كريم. أم عبد الرحمن، يعني مسألة النمص، هي تقول أنها عارفة أنه حرام ومش عايزة تعمله، لكن وصفت نفسها وصفا ما أحس أنه من الشيطان. نعم. حتى يعني هل لها أن تصنع هذا بهذه الحجة شيخي الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصات والمتنمصات كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فاللعن هو بكل ما فيه اللعن، وكبيرة من الكبائر. صحيح. فلا يجوز النمص من اللي هو الأخذ من الحاجبين أو الأخذ من الوجه بغير ضرورة. يعني ان كان المراه المراه يعني لو طلع لها شارب، اصل النمص لغه، يعني لم يرد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه النمص او ما يفيد ان النمص هو الاخذ من الحاجبين. فنرجع للغه، اللغه تقول ان النمص هو اخذ مطلق الشعر من الوجه، اخذ مطلق الشعر من الوجه. نعم، عند سنن ابي داود بين ان النمص، علق على الحديث أن النمص هو أخذ الشعر، وهذا هو المفهوم عند الكثير. ده المفهوم، لكن هو المعنى اللغوي
للنمص يعني يدور على عدة معاني، الأخذ من كامل الوجه أو الأخذ من حول الحاجبين تبان حضرتك. إحنا معنى اللغة تقول إن النمص هو أخذ الشعر من الوجه، لا يجوز أخذ الشعر من الوجه للمرأة إلا إن نبت لها شارب أو لحي. هو هيطلع فين غير كده؟ يبقى دي ضرورة. إحنا بس عايزين نبين المسألة دي عشان ما يقولوش أنت قلته ما تاخدش أي شعر. إحنا نقول إن النمص هو أخذ الشعر بالمنماص اللي هو الملقاط من أي جزء من الوجه، لكن ما لماذا جوز العلماء الأخذ اللحية والشارب وعدم الأخذ من الحاجبين؟ قالوا إن في تشبه، اللحية والشارب ده منفر وفي تشبه بالرجال، فمن أجل ذلك جوازوا أن تأخذ لحيتها وشاربها وما نبت في وجهها إلا الحاجبين. طب متى تأخذ من الحاجبين؟ إن كانت مشوهة، يعني حاجبين تقال كده ومنفرين تبقى لحضرتك، يبقى ده هنا مش تغيير لخلق الله، وإنما ده ليس تجميلا، وإنما ده لإعادة الخلقة إلى أصلها. فالأخت تنظر إن كان عشان ما يتوسعوش في المسألة، قالت بيبقى شكلي وحش، يعني هو أي أخت ده اللفظ اللي أنت استعملتيه، ما تستعملش النمص هتقولك بيبقى شكلي وحش. لا، إحنا بنقول الضابط إن يكون في تشويه، في تشويه في الحاجبين، نعم. تشويه أو شعر نازل على العينين، يبقى ده يبقى يدخل في حكم إزالة اللحية وإزالة الشارب للمرأة. أحيانا بيبقى الحاجب عادي جدا خلاص، والأخت شايفة إنه شكله وحش تتركه، وخصوصا زوجها يعني من أهل العلم بعض الفقهاء قال إن العلة إذا أذن الزوج للمتزوجة يجوز أن تأخذ من حاجبية، بعض أهل العلم قال ذلك، لمانع علمي قال يجوز للمتزوجة أن تأخذ، بس مش ده رأي الراجح. لا لا لا، الراجح إنه النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة في الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرات لخلق الله. تمام، ايوه. فالاخت مساله كل نقول لها انا مشوهه او مش مشوهه، لا، انه مشوهه يعني شكلها وحش، شكل الحاجبين كده تخان قد كده، مش حاجب امراه يعني، مش حاجب امراه عادي تقيل، هم بص بيشيلوه بقى يتقلوه بالقلم، نسال الله يعني العافيه. يعني هو سبحان الله مش عاجبها او نازل الشعر على العين. لا خلاص، فانظري في الحاله وربنا يحفظك، وان كان الامر عادي خلاص التزمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا اسوء الاخر. ولكن بعد هذا الاتصال الاستاذ عمرو، السلام عليكم. اهلا مرحبا. السلام عليكم، اتفضل يا اخي. مرحبا بك يا استاذ، والله كنت عايز اسال الشيخ. ارفع صوتي من فضلك يا استاذ عمرو. اهلا مرحبا بك. كفاره الحلفان اليمين، يعني كفاره اليمين الثلاث ايام، ممكن يبقى الثلاث ايام متواصلين او منقطعين في الصيام؟ طيب حاضر. طيب شكرا يا استاذ عمرو، في امان الله. شيخي الكريم، اختنا ام عبد الرحمن تريد ان ترتدي النقاب. ولكن بتقول انا متردده واهلي غير موافقين. النقاب فرض ام سنه ام ماذا شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اولا ننصح الاخت بارتداء النقاب، وننصحها بان تصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فطالما عزمت فان شاء الله تتكل على الله وترتدي النقاب. وللأخت لن أقول لها بقى أنه مسألة فيها خلاف وليس فيها خلاف، طالما عزمت ويتسأل تتكل على الله ترتدي النقاب بإذن الله. نعم، جزاك الله خير. أم مصطفى، السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، أنا ابني من سن المراهقة وهو بيعمل حاجات غلط كتير، ومش عارفة أقومه إزاي، وبخلي يعني بعد أدعي لي الصلاة والكلام ده كله، ما عندناش حد بيعمل الحاجات الغلط اللي هو بيعملها. مش عارف اعمل معاه ايه، ومش مستني لدراسته، يعني بقى الله يهديه، بيدفعله كليات خاصه وبيمشي ماشي بطال وبيشرب حاجات وحشه. خلاص الله استوري عليه. خلاص حاضر، مش عارف اعمل معاه ايه. حاضر، شكرا. حاضر. استاذ حسين، السلام عليكم. السلام وبركاته الشيخ احمد، بارك الله فيك. اهلا مرحبا وبارك الله فيك، تفضل. حضرتك الشيخ عمر، انا سالت حضرتك قبل كده في موضوع اللي هي ما بتصليش، والشيخ رد عليا قال ان هي الواحد ينهيها ويقول لها ويكلمها ويعلمها الصلاه. فكل الحاجات اللي الشيخ قال عليها ان احنا عملناها معاها، ان احنا واحد وقف وصلى معاها وبتاع وبرضه ما بتصليش. فبالنسبه ان هي بتقول لك انا كده كده رايحه الجنه وانا كده كده ربنا مش هيعذبني ومش عارف ايه، فما فيش اي وسيله جايبه معاها، فكل ما نكلمها تقعد تعيط وهتزعل منها وتسيب البيت وكده وتفرج الناس علينا، فمش عارفين نعمل لها ايه. بس ده اولاني. بالنسبه للسؤال الثاني، انا كنت حرفها مرات طلاق ان هي ما تروحش عند اخويا، يعني
فجي ظروف الغيابه بتاعه كده وانا عايزها تروح عشان تطلب الارحام يعني، فهي ما راحتش. فلو انا خليتها راحت يبقى انا كده وقعت في الطلاق، او اخليها ما تروحش خالص، او اخليها تروح واكفر عن الطلاق. انت قلت ايه اللفظ اللي انت قلته ايه يا حسين؟ قلت لها لو رحت هناك تبقى طالب. عند اخوك؟ اه في بيتي يعني. حاضر. السؤال الثالث معلش يا استاذ احمد. ايوه. اخويا انا كان مراته يعني كانت قبل ما توضع كانت بتقول لنا مثلا لما تولد هتجيب هديه لحد. بعد ما ولدت فما جابتش الهديه دي. فهي طبعا كل يوم ولاد بيعيا باستمرار، فبتقول ان هو عشان النذر اللي انا ما وفيتوش اللي هو عليه يعني. فهل هي توفيه او دي ملوش علاقه بده او ايه المطلوب يعني؟ حاضر. ماشي يا احمد. فامان الله عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب. ربنا يعزك ويحفظك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. الدعاء بالثبات. اختنا ام عبد الرحمن تسالكم دعاء بالثبات. اللهم ثبتها وثبتنا وثبت جميع المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. استاذ محمد سال سؤال طويل جدا محتاج حلقات وحلقات وحلقات. يا اخ محمد، حكم الجماعات والاحزاب والمظاهرات وما حكم الخروج على الحكام؟ نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الأصل أن المسلمين يد واحدة، وتوحيد المسلمين هذا مقصد من مقاصد التشريع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم أي قوتكم تذهب. فالإسلام جاء بتوحيد الصف وبتوحيد الكلمة، والفرقة والتنازع يؤدي إلى إضعاف المسلمين. فالأصل ألا تكون هناك فرق أو جماعات أو أحزاب، بل نحن نوالي ونعادي على الإسلام. لكن هو هل يجوز أن ينشأ حزب لكن لا يوالي ويعادي على غير الإسلام من أجل التنظيم ومن أجل العمل، تنظيم العمل؟ جوز أهل العلم ذلك. يبقى ليس لتفريق المسلمين، مش كل أهل العلم طبعا، ليس لتفريق المسلمين، وإنما هو حزب قائم من أجل إصدار مجلة، إصدار مطويات، تنظيم العمل الدعوي كجماعة مثلا زي جماعة أنصار السنة، الجماعة الشرعية. هؤلاء هي جماعة الشرعية وأنصار السنة تعد حزبا؟ لا، يعني جماعة اسمها جماعة أنصار السنة. نعم. تبقى لحضرتك فهي جماعة قائمة على، لكن لم تأتي بتعاليم جديدة ولا دين جديد من أجل تنظيم ولا العمل ولا بين عادي. نعم. الا على، ولا تلزمني ان اكون فرضا فيها. لا يعني لا، انا لا مثلا لا. مش عضو في اي جماعه ولا 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 مثلا انصار سنه ولا جمعيه شرعيه ولا شبه، مش معنى كده ان تعاديني او اعاديها. لا لا لا، لا توالي ولا تعادي. ده الاحزاب اللي جوزوها يبقى احزاب تنظيميه. احزاب تنظيميه. هذا جائز يعني. صحيح. في مساله ما دامت لا تعادي ولا توالي، لا تعادي ولا تنزل الامه، لا توالي وتعادي الا على الاسلام وعلى التوحيد. طبعا هو سأل المظاهرات وكده، يعني حكم المظاهرات ايه؟ والله المظاهرات اهل العلم اختلفوا في حكمها على ثلاثه اراء. راي يرى المنع التام، قال لا يجوز الخروج في مظاهرات. وراي يرى الجواز التام، ده طبعا الفتوى للمعاصرين لانه لم تكن مظاهرات عند علمائنا الاقدمين. صحيح. انما الكلام ده كله متاخر، فده كلام العلماء المعاصرين. وفي راي ثالث توسط، قال ان كانت المظاهره من اجل المطالبه بحقوق على الا تخرب او تدمر او تفعل شيئا من هذا، لكن كالمظاهرات التي نراها في الغرب، مظاهرات الغرب الناس واقفين بادب جنب، ايوه، من غير شتيمة ولا اي حاجه، ماسك لافته بس. فان كانت بالضوابط دي فجوزها فريق من اهل. تمام. والله اعلم. جزاكم الله خير يا شيخنا الكريم. امس الشيخ فضيل الشيخ سامي السرساوي قال بفرضيه النقاب. اخت اتصلت على الشباب في الكنترول من شويه يعني، وقالت طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يظهر من وجه المرأة الا الوجه والكفين، فكيف يقول الشيخ بفرضيه النقاب والحديث على يعني ان يكون الوجه والكفين ظاهرين؟ نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا نحن لا نتعقب الشيخ. لا 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 لا. أيوة. هي لا تقصد التعقب. لا. هي تريد ان يعني تفهم المساله. نعم. حديث اسماء رضي الله عنها اذا بلغت المراه المحيض لا يظهر منها الا هذا وذاك، واشار الى وجهه وكفه، في عده علل. اولا في انقطاع ما بين خالد معلول خالد بن دريك
ولم يسمع عائشة رضي الله عنها. ففي علل كثيرة، في ثلاث أو أربع علل على ما أتذكر، فالحديث لم يصح ولا يجوز الاحتجاج به، هذا حديث لم يصح. فالشيخ أفتى بالراجح عنده، الراجح عند الشيخ أن النقاب فرض، وهذا عليه فريق من أهل العلم، وهذه فتوى، يعني أنا ما تستفتيني أقوله بالراجح عندي، الشيخ أفتى بالراجح عنده والله أعلم. تمام. وهذا الحديث المذكور يعني فيه عدة علل وهو ضعيف. تمام، جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. كفارة اليمين صيام الثلاثة أيام، لابد أن تكون متتابعات أم يجوز أن تكون متفرقات؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أولا، لا يجوز الصيام إلا لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. طبعا ما فيش عتق رقاب الآن، فلا يتحول إلى الصيام إلا إذا لم يستطع أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو يكسو 10 مساكين. لو تحول إلى الصيام، فمن لم يجد في صيامه 3 أيام، لو تحول إلى الصيام وهو قادر على أن يطعم، هذا لم يكفر عن يمينه. بس المسألة دي لأنه يقول لك أنا هصوم 3 أيام، لا، الصيام 3 أيام مش على التخيير، التخيير هو في إطعامهم أو كسوتهم أو عتق رقبة. لكن إن لم يجد بقى، فمن لم يجد واحدة من الثلاثة دول يبقى صيام إيه؟ 3 أيام. فدي ننتبه لها أولا، الأخ يكون غير قادر على الإطعام، وربك يعلم إن كنت تستطيع أو لا تستطيع. الثانية بقى يصوم متتابعات، في قراءة شاذة لابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات، فالعلماء بيعتبروها قراءة تفسيرية. فمن أهل العلم من أفتى على هذه القراءة الشاذة اعتبرها في حكم الحديث، وقال الأولى إن هو يصوم 3 أيام متتابعات. والفريق الآخر من أهل العلم قال بالجواز، هم أكثر أهل العلم، قال يجوز أن يصومها متتابعة أو غير متتابعة، لو صامها متتابعة من باب أو عجلت إليك ربي لترضى أفضل، يعني الأفضل التتابع. أيوة. لكن لو كانت متفرقات هذه الثلاث جائزة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب وبارك الله فيكم. الأخت أم مصطفى، الابن اللي بيشتم أمه بيفعل أشياء غريبة، أسأل الله أن يهديه ويهدي أبناءنا، وضرب وشتيمه ويفعل اشياء تقول مش من عادتنا ولا من اخلاقنا، ومش عارفه تعمل معاه ايه. نعم. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. تقول في سن المراهقه، يعني سن ثانوي واعدادي وكده، سن خطير، لابد ان تستمع اليه ويستمع اليها. عيد الصاحب يا شيخنا. وهو ما اعرفش، يا ذكرت انه له اب ليس له اب، فيستمع اليه احد. هي سن المراهقة سن التفلت من يعني بقى الإنسان عنده رغبة أن يتفلت من القيود ومن الأوامر والنواهي، وإحنا ما بنقدرش نفرق. تمرد. ما بنقدرش نفرق بين سن الطفولة اللي هي حط دي أنا أحطها، حط دي أنا ما أحطهاش، وبين والانتقال لمرحلة الشباب. في سن هنا خطيرة، هو خلاص أنت لسه بصص عنه طفل، روح وهات وودي وجيب، هو بيستمع لكن هو يريد أن يتحرر. فلابد نفهم سيكولوجية الفتى أو الفتاة في هذه السن، ونقدر هذا، ونبدأ حوار ومشاركة، ولماذا تفعل هذا ولا تفعل هذا، ففي مشاركة وفي مصاحبة، وتستعن بالله قبل كل ذلك. المشكلة إن لما بتقول له تعالى صلي بيضربها ويشتمها. لا إله إلا الله، ده ضرب الأم ده. ما هو ما ده الجزئية ده، يعني العادات السيئة والتصرفات السيئة ممكن تفعل ما حضرتك تفضلت به الآن، لكن تعالى صلي يصل الحال بالولد انه يضرب ويشتم. لا اله الا الله، ده تشوف له حد كبير، يعني ايه واضح كده انه ملوش والد، فشوف حد كبير يرتدع يعني. نعم. حد من العائله يرضع، بس هي تعمل على مصاحبته، وليه احنا بنصلي وليه كذا وليه كذا، وتشرح له وتصاحبه وتاخده بالرفق، يعني ما تشد، يعني تخليها كده ايه، تصبر عليه، تصبر عليه شويه بالرفق، وتمد جسرا من الموده بين قلبه وقلبه، صلى الله أن يصلحه. طب هل تعمل معه بالدعاء وهي ساجدة شيخي الكريم؟ طبعا تستعن بالدعاء، قلوب العباد بين إصبعين. نعم. من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فتستعن بالدعاء. أكثر من الدعاء يا أم مصطفى لولدك، وندعو له بالهداية ولأبنائنا ولبناتنا ولنا ولكل المسلمين والمسلمات، أمين يا رب العالمين. صلى الله أن يهدينا. آمين. وأن يتوب علينا. الأستاذ حسين، زوجتي لا تصلي، عمل معها كل شيء، علمها لا تريد، تسيب البيت وتعيط وحاجات كده، فماذا يعني يفعل معها شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة أمرها خطير. نعم. ونحن سئلنا قبل ذلك من الزوجة التي لا زوجها لا يصلي، فقلنا تناصحه وتصبر عليه، فإن أصر على عدم الصلاة تطلب منه الطلاق. وكذلك المرأة،
هو قيم عليها. ده مسألة المرأة أشد من الرجل. المرأة ليس لها قوام على الرجل، لكن هو له القوام عليه، فيستعمل معها كل الوسائل التي ممكن أن يستعملها من أجل أن تصلي، يعلمها، يهجرها في الفراش، يضيق عليها في المصروفات، يفعل كل شيء من أجل أن تصلي. فإن أصرت على عدم الصلاة وراء أن يطلقها يطلقها. إن أصرت على ذلك ليس بعد الصلاة، ده الصلاة خلاص صحيح. حلف عليها، حلفت عليها بالطلاق انها ما تروحش بيت اخويا، فلو هي ما راحتش وقال لها لو رحت البيت عند اخويا هتبقى طالق. لو هو بقى الذي اخذها وذهب بها الى بيت اخيه، هل يقع طلاق شيخ كريم ام لا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الطلاق المعلق من كنايات الطلاق، بمعنى انه ينظر الى نيته، ان كان يهدد او يؤكد او يحس او يمنع فهذا يمين في كفارة يمين. أما إن كان يقصد حقيقة الطلاق إذا ذهبت إلى بيت والدها أخيها بيت أخيه أي حد يعني. لو ذهبت هناك، إن كان يقصد لو ذهبت تطلق يبقى ينظر هي لم تذهب، ما هي لم تذهب ويريدها أن تذهب، لا ده يريد أن يأخذها ويذهب بها، لا يجوز له ذلك إلا إن كان على النية اللي احنا قلنا بيقصد التأكيد أو التهديد أو الحس أو المنع. في الحالة دي يمين، فإذا أراد أن يحنس في يمين يكفر عن يمين. إن لم يكن يقصد الطلاق حقيقة. يقصد الطلاق حقيقة ما ينفعش إن هو يتحلل من الطلاق. نعم. انظر إلى نيتك يا أخي حسين. لكن لو يقصد الطلاق ليس له أن يأخذها إلى هناك. يتحلل. زوجة أخي قبل الولادة قالت أنا لو ولدت هجيب هدية لفلان أو ما شابه ذلك، ولم تفعل. الولد كثير المرض والتعب، هل لهذا علاقة بالنذر الذي لم يوفى؟ إن كانت هذه من النذر شيخي كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه ليست بصورة نذر. ليست بصورة نذر. النذر يكون لله سبحانه صحيح. وتعالى، فاحنا مش عارفين هدية دي لمين، يعني هل هي نذرت، مش عارفين الصيغة اللي قالت بها إيه، لكن دي هدية. نعم. فيعني إن رأت إنه يعني توفي بهديتها فخير، لكن نذر لابد أن توفي. لو كان نذرا والله اعلم. شيخ الحبيب فضيل الشيخ متولي البرازيلي جزاك الله خيرا، ودعاك الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. ربنا يبارك. اسال الله عز وجل ان يشفي شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش. اللهم امين. وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. وان يرده الى مجلسنا سالما غانما. والله توحشناك شيخ الحبيب. الله عز وجل ان تكون مشاهدنا الان، وندعو لك بالشفاء وربنا عز وجل يمتعك بالصحه والعافيه. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمك وجميع مشايخنا وعلمائنا. وغدا الخميس وهو يوم يعني من شهر الله المحرم، ويعني أوصي نفسي وإياكم بصيام هذا اليوم. إن شاء الله تعالى الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 ويليهم الاثنين، يعني عندك الخميس والجمعة والسبت والحد والاثنين، ننوي من الآن. والجو يعني مش يعني داخل على الشتاء، والمغرب 5:30 ودقائق أو إلا دقائق. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.